إذا كنت ممن يتابعون أخبار الحرب في أوكرانيا عبر التغطية الواسعة لهذه الحرب على قناة الجزيرة القطرية، فأنت حتماً من المتعاطفين بشدة مع الأوكرانيين، وحتماً من الكارهين للروس. فالقناة لم يتبقى لها سوى استخدام موسيقى حزينة مع تقارير مراسليها في أوكرانيا لإجبارك على التعاطف مع الأوكران وكره الروس. فما سر حب الجزيرة المفاجئ للشعب الأوكراني وكرههم الشديد للروس؟ وهذه قصة الجزيرة وكيف باتت ناطقة باسم الناتو والأمريكيين. مؤلمة ومروعة وإجرام، هذه مصطلحات من المفترض أن يستخدمها الخصوم في السياسة، لكن على قناة الجزيرة القطرية فأنت تسمعها على ألسنة مذيعي القناة ومراسليها. فالقناة خالفت ما يفترض أنها معايير صحفية تلتزم الحياد في نقل الأحداث، سيما في استخدام الكلمات الوصفية. فالألم ليس وصفا صحفيا بقدر ما هو إدانة لمن تسبب به، وهو مصطلح بالأصل يستخدمه السياسيون أو الناس العاديون وليس الصحفيين. كذلك كثرة التركيز على مشاهد الدمى المدمرة وألعاب الأطفال وتشريد الرجال كبار السن. وهذه صور من تغطية القناة القطرية للأحداث الدائرة في أوكرانيا، الهدف منه إثارة التعاطف وتأليب الرأي العام على من تصفه الجزيرة بالغزو الروسي. وهذا لا يمنع أن ما يحدث في أوكرانيا قد يثير تعاطف البعض أو كثيرين، لكن أين الصورة المقابلة على القناة التي تدعي الرأيين؟ فالروس يقولون أن ميليشيات أوكرانية على حد تعبيرهم تقصف مناطق تتبع الناطقين بالروسية في أوكرانيا وتحديدا إقليم دونباس، لكنك لن تراهم في إعلام الغرب والجزيرة. فالقناة القطرية حسمت موقفها مبكرا من الحرب واختارت رواية الغرب وحدها وما يريد الناتو قوله، وهذا ليس تجن على القناة. فالمندوبة الأمريكية في مجلس الأمن خرجت تصف تقارير الجزيرة تحديداً بأنها تقارير لا يمكن للروس تجاهلها وأنها تظهر الحقيقة. كان لروسيا أن تسكت تقارير الجزيرة عن عوامل. كذلك مسؤول أوروبا وأمريكا والناتو، فهم يتهافتون لإجراء مقابلات صحفية مع القناة لتبيان وشرح وإيصال وجهة النظر للعرب حول ما يرد على الجزيرة مما يسموه بشاعة الغزو الروسي أو فضاعته، وهو أمر أخذت الجزيرة على عاتقها إيصاله للجمهور العربي، وقد تلحظه من تنهيدات بعض مذيعي القناة ومراسليها في حديثهم عما يجري في بلاد الأوكران. فهل هذا حب من الجزيرة وقطر لأوكرانيا؟ أم كره للروس؟ أم إملاءات غربية أمريكية؟ والإجابة متروكة للمشاهد بعد عرض بعض الحقائق. حيث ومع بداية الأزمة في شمال الكوكب بين أبناء العم الروسي والأوكرانيين، خرج رئيس الولايات المتحدة ليعلن قطر حليفا استراتيجيا للناتو من خارج الحلف. كذلك ظهر وزير الخارجية الأمريكي ليحتفل بمرور 50 عاما على العلاقات القطرية الأمريكية، وأكثر من ذلك عززت واشنطن طرح الدوحة كبديل محتمل لتعويض النقص بإمدادات الطاقة الروسية رفقة دول أخرى، والتي من بينها بالمناسبة إسرائيل التي لا تفعل ما تفعله قطر والتزمت الحياد في الحرب. لكن على ما يبدو فرحة الدوحة بحلفها مع واشنطن دفعتها لتجعل قناتها أمريكية أكثر من الأمريكيين أنفسهم، فحتى قنوات مثل BBC وCNN لا تفعل ربع ما تفعله الجزيرة من هجوم على الروس وحب بالأوكران. انحياز واضح من القناة وملاكها دفع وزير الخارجية الروسي لاستقبال وزير الخارجية القطري باستقبال وصفه كثيرون بأنه مهين، حيث خرج للسلام عليه واضعا يده في جيبه وطالبا منه فحص حرارته. فالدوحة وجزيرتها استعديت الروس منذ أول لحظة واختارت الركوب مع الناتو، متناسية قطر والقناة أن روسيا دولة عظمى ومن مصلحة الدول الصغرى التزام الحياد، خاصة أن روسيا لاعب أساسي في المنطقة
وهي متواجدة في سوريا ولها سطوة على إيران جارة قطر. كذلك موسكو شريكة للعرب في أوبك وأسواق الطاقة، وهي ملاذ آمن في حال غدر الأمريكيون بهم. لكن قطر راهنت ورفعت الرهان على أمريكا، وليس الآن فقط، فقد ظهر مؤخرا تسريب لنائب مرشد جماعة الإخوان خيرة الشاطر يتحدث به عن الجزيرة، واصفا إياها بأداة لمشروع الفوضى الخلاقة في المنطقة، وهذا كلام خطير من حليف مفترض للدوحة. مقالات الجزيرة هي أحد الأدوات الرئيسية لمشروع الفوضى الخلاقة في منطقة الدول العربية كلها. ولمن لا يعلم المقصود بهذا المصطلح، أي الفوضى الخلاقة وكيف ظهر، فليعد لما تحدثت عنه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونديليزا رايس إبان تبنيها لمشروع الشرق الأوسط الجديد، والذي كان سيعاد تخليقه عبر نشر فوضى في المنطقة تعيد تشكيل الشرق الأوسط. وهذا ما بدأ العمل به زمن الرئيس الأسبق باراك أوباما. وحديث خيرة الشاطر ووصفه للجزيرة بأنها أداة لهذا المشروع حديث قد يكون يعلمه كثيرون، لكن البعض وخاصة من جمهور قناة الجزيرة قد يسمعونه لأول مرة، وقد تكون دعاية الجزيرة أبهرتهم، وخاصة عبر تبنيهم لقضايا تهم الشارع العربي. فالجزيرة كثيرة الادعاء أنها إلى جانب القضية الفلسطينية، على الرغم من كون الجزيرة نفسها افتتحها الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز، وكذلك تهاجم القناة المطبعين وأصدقاء الإسرائيليين، على الرغم من كون الدوحة أولى العواصم الخليجية التي استقبلت بيريز وأهداه في حينها أمير الدوحة سيفا من ذهب. وكذلك تميل القناة القطرية للترويج إلى أنها تدعم الجماعات الإسلامية والمعارضة، في حين مؤخرا خرج وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم واصفا الإخوان ومحمد مرسي بأنهم لا يصلحون لإدارة دكان وليس دولة. لكن والحق يقال، أحسنت القناة بالترويج لنفسها على أنها قناة مهمومة بالعرب، ووجدت الكثير ممن يصدقها، وانحيازها الأخير للغرب والناتو وأمريكا ما هو إلا ورقة سقطت كشفت جزءا من الحقيقة، تماما كما هي الورقة التي أسقطها خيرة الشاطر بوصفه للقناة على أنها أداة لمشروع الفوضى الخلاقة، وكثير من الأوراق الأخرى التي سقطت أو بانتظار السقوط.